روزال ما تقابلينا مرة من مقر مختلف. صباح الفل عليكي طبعا في البداية. بصبح عليكي يا نهاوند، بصبح عليكي يا كريم، بصبح على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني الحقيقة يا نهاوند أنا أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية نكون متواجدين من فرع القاهرة الجديدة، والحقيقة ده شرف كبير أكيد لكل جماهير القلعة الحمراء، وشرف كبير كمان لينا إن يعني الفرع الجديد نكون متواجدين منه في 10 الصبح من الأهلي. دلوقتي طبعا يوم جديد، خليني اكون موجوده مع حضراتكم من فرع الجزيره لنقل اخر المستجدات في النادي الاهلي. هنبدا طبعا بخبر مهم جدا، لجنه العضويه برئاسه طارق قنديل وعضويه محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي، وصلت طبعا استقبال دفعه جديده من الراغبين في الحصول على عضويه فرع النادي بالقاهره الجديده بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي. وعقدت طبعا اللجنه اجتماعاتها بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، وتشهد الفترة الحالية إقبال كبير جدا من الراغبين في الحصول على عضوية فرع القاهرة الجديدة، طبعا للاستفادة من قيمة العضوية الحالية، وطبعا قبل كمان الزيادة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة. الفريق الأول لكرة القدم واصل تدريباته على ملعب التتش استعدادا بقى لمباراة حرس الحدود اللي هتقام مساء غد والمؤجلة من الجولة 16 في بطولة الدوري. خلاص يعني الفريق الأول أغلق صفحة يعني زي ما قلنا دوري أبطال إفريقيا، وبدأ بالفعل التركيز في الدوري المصري كمان، يعني انتظام اللاعبين بشكل يعني جيد جدا. المشاركين في المنتخب كمان بدأوا بالفعل الانتظام مع التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية لمباراة الغد. كمان خاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، وكمان أدى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف طبعا ميشيل يانكن مدرب الحراس. وواصل بقى يعني أكرم توفيق النجم طبعا تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران. بنفكر كمان المشاهدين ان قطاع الناشئين لكرة القدم بالاهلي كان قرر يعني مد اختبارات التصفية الاولى حتى يوم الجمعة المقبل، وده طبعا بسبب الاقبال الكبير زي ما بنقول لحضراتكم يوميا ان في اقبال كبير جدا في قطاع الناشئين الفترة دي في الاختبارات. وتقام طبعا اليوم اختبارات مواليد يعني من 2013 عفوا ل 2018، والخميس اختبارات مواليد 2010 الى 2012، والجمعة اختبارات مواليد من 2007 الى 2009. النادي الأهلي قرر بقى فتح باب الاختبارات كمان لتجهيز فريق كرة القدم النسائية مواليد 2005 والذي بيشارك في دوري الناشئات اللي بينظمه اتحاد كرة القدم. أكد طبعا كابتن شطة مدير أكاديمية الأهلي فتح باب الاختبارات يومي 5 و6 يوليو منذ 8 صباحا على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، وهتكون الاختبارات مجانا متاحة أمام اللاعبات مواليد 2005 حتى 2009. وطبعا يعني فريق 2005 اللي بيشرف عليه اميره يوسف مديره اكاديميه الاهلي للكره النسائيه، واللي اكدت كمان ان عدد من لاعبات الاكاديميه سوف يتواجدوا في صفوف الفريق المقرر تكوينه. أخيرا الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تواجد في المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام في سنغافورة خلال شهر سبتمبر المقبل، ومراسم القرعة أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فريق المنامة البحريني وجولدن بولز الصيني وبون الألماني. كمان يعني الفريق قد توج بلقب بطولة أفريقيا للأندية باثري واللي أقيمت في رواندا، وقطع طبعا بطاقة التأهل إلى مونديال الأندية في سنغافورة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق الحقيقة، يعني فريق السلة رجال عامل موسم أكثر من رائع، وبنتمنى لهم كل التوفيق الفترة اللي جاية. دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا هنا من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة تانية.
بشكرك جدا روزان صديقتنا وزميلتنا العزيزه جدا على هذه التغطيه، واحلى لوكيشن انت واقفه فيه بالمناسبه، لان حلو جدا ان احنا نشوف كمان صوره حيه دلوقتي ايه اللي بيحصل من الاعضاء في النادي. واضح ان في توافد بشكل كبير جدا، يمكن ده بالتزامن مع بدايه فصل الصيف النهارده، اول يوم في فصل الصيف. اعتقد الجو كمان يعني حلو، حتى لو احنا بنتكلم على الصيف، لكن واضح ان الجو حتى في هواء الجو مش حر بدرجه كبيره او في ارتفاع ملحوظ يعني يمنع الناس ان هي تخرج. فتحياتنا لكل الاعضاء المتواجدين وكل الناس اللي بتتابعنا، شكرا ليكي جدا يا روزان. تعالوا بقى نروح للي مشرفنا نجمنا وابننا.